لان كان فيها كثيرا الكثير من الامور اللي تخرج عن اطار المنافسه والروح الرياضيه من الاجواء المحيطه بالفريق في تونس، ضغط على الفريق، ضغط اعلامي، محاوله افتعال ازمات حتى في بعض المواقع ووسائل الاعلام او اساءه لبعض الشخصيات في الوسط الرياضي المصري، حضرتك تابعت كل ده في طبعا. الفتره اللي فاتت وده مش مقبول، واحنا كنا بنقول قبل المباراه الثانيه ان احنا عايزينها مباراه جميله والروح الرياضيه ويعني بنشيد بقيمه كمان نادي الترجي كمنافس، كنا بنقول عايزين شكل من رياضي وتنافس رياضي يليق بالاسمين الكبيرين يعني. ده الشكل اللي كنا عايزينه. والله برضه في حاجه ثانيه يعني بعض الاعلاميين المصريين يعني مش اهلاويه يعني الحقيقه برضه كانوا في المواقع بيثيروا امور كثيره جدا يعني واضح انه ما كانش في تكاتف يعني من 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 حتى من الاعلام والمشجعين والميديا وكل الحاجات دي يعني يعني كانوا النادي الاهلي ده مش نادي مصري بيلعب من اجل مصر بيمثل مصر. الحقيقه دي برضه اثرتنا ببعض الحقيقه الحزن الشديد جدا انك كنت بتشوف بعض الناس مش ده واحد قابلني امبارح بيقول لي قضاء الله وعدالة السماء كل ده عشان ضربتين جزاء الحكم حسبهم من تقديره الخاص من ضربتين جزاء وحصلت مئات المرات والترجي نفسه وصل لهذه البطولة من خلال بريمير لا احنا في يوم من الايام يعني احرز فينا هدف بإيد انرامو يعني ده هدف صريح يعني وانا كنت في الملعب وقتها وخلاص والحكم ما اكتشفش الخطأ وتعاملنا مع الامر انه خطأ تحكيمي يعني وخطأ متعمد من لاعب صريح وما صعبناش يعني. الحقيقة الموضوع ولا لكن انا ليه بعض الحقيقة بعض الناس او بعض الجماهير او بعض المشجعين او الاعلام الانتي يعني ضد النادي الاهلي يحاول يهاجم النادي الاهلي وعايز النادي الاهلي يخسر. الحقيقة دي هناك بقى الترجي التونسي وكل الفرق والصفاقيسي والنجم الساحلي كلهم بيأيدوا الترجي وبيقفوا معاه عشان يكسب هذه البطوله. كان ايامكم الكره شكلها كده يا كابتن شطه في مصر لما كان الاهلي بيلعب بطوله افريقيه او الزمالك بيلعب بطوله افريقيه بتلاقي مشجع اهلاوي قاعد غضبان وحزين ومش طايق نفسه ان الزمالك بيكسب او العكس لا. او مشجع زملكاوي قاعد الصورة. مش طايق نفسه ان الاهلي بيكسب بتلاقي فرد او اثنين او ثلاثه لكن ما تلاقيش لكن الشكل العام الناس فرحانه بالكره المصري يعني جماعيه بالشكل دوت الناس منقسمه ما طبعا انت عارف عشان المالتي ميديا هي اللي خلقت لك كل الحاجات ثقافه وتعصب وامور مختلفه كتير والتعصب ده طبعا ما تقدرش توقفه ولكن دي برضه هي نقطه مهمه جدا حتى الاعلام كان منشق في بعض الاعلاميين بيكتبوا بيقولوا يعني النادي الاهلي ومش النادي الاهلي والنادي الاهلي خسر ويعني سعداء وده شيء حقيقه مش كويس. تونس كلها مبسوطه وسعيده انه الترجي كسب كل الفرق اللي موجوده والانديه اللي موجوده ما حدش وقف رئيس الاتحاد واقف مع الترجي الانديه واقفه مع الترجي يعني كل الناس واقفه هنا لا وجدنا انقسام شديد جدا كله عايز النادي الاهلي يخسر ليه ما تعرفش برغم ده نادي الاهلي المصري يعني مش نادي